حكم المحكمة الإدارية بشأن إلغاء قرار زيادة أسعار البنزين خبر أثلج صدور المواطنين. الرأي استطلع آراء المواطنين، وهكذا كانت ردود أفعالهم حيال الحكم. أنا متفائل صراحة، وإن شاء الله أنه يتم القرار بأسرع وقت. أتمنى إن شاء الله يعني زيادة المواطن، صراحة كل شيء صار غالي حتى البنزين. أتمنى البنزين إن شاء الله أن الحكومة تصير جادة بهالقرار وتنزل من سعر البنزين. أسعد قرار المحكمة؟ أي والله أسعدني، وأسعد زملائي في الدوام والأهل. صراحة الخبر مفرح. طبعا أنا بالنسبة حق الخبر اللي سمعته أنا سعيد، وخاصة اليوم يعني العموم تكلم حتى في يعني جميع الوسائل الاجتماعية قالوا أن هذا قرار حلو، قرار طيب، أنه يرجع إلى الحق، وأنه لا يزال اليوم عانوا في أول شهر الأول الكويتيين من ارتفاع البنزين حتى المقيمين، وكل شيء ارتفع. لما تصدر المحكمة في هذا القانون لصالح المواطن، أنا أعتقد الكل سعيد، وأتمنى أن الحكومة يعني هم بعد تساهم ويانا وتلقي هذا القرار تبني منهم. أي والله القرار فرحنا الصراحة، ويا ريت يتطبق والكل يستانس، هذا اللي نتمناه. أفرحني أكيد، متفائل حيل. أي والله هذا خبر سعيد لنا وكلنا مستانسين، شيء ينفع حق الكويت بعد أحسن، بعد الأسعار كلها غالية الحين كانت تنزل شوي شوي، وهذا شيء يتفائل فيه يعني. والله نتمنى أن يطبق البنزين للأمانة، يعني الحين شو اسمه جاي وقت الشتويات، جاي وقت المخيمات، جاي وقت البر، يعني ارتفع البنزين بشكل خيالي. آخرون عبروا عن فرحتهم إزاء هذا الحكم، رغم أنهم أبدوا امتعاضهم من عدم تطبيقه بصفة مستعجلة. والله سعيد أولا لما قالوا أن ألقوا القرار، بس للأسف القرار يعني ما راح طبعا يطبق الآن، ما أدري هذا متى راح المحكمة يعني راح تعقد على أساس تأيد أو تعارض. وهذا زين، بس متى راح يطبق؟ هذا السؤال، يعني يطبق يوم باكر ولا بعد من خلص محكمته وتروح السناف تروح تميز؟ ما أدري. متفائل؟ إن شاء الله كل خير، احنا نتفائل، لازم نتفائل، هذا أغلى شيء. هذا وأن الوضع سيبقى على ما هو عليه إلى حين الفصل أمام محكمة الاستئناف. ابتسام رمال، الراي.